بسم الله ما شاء الله للمالك عماد غدير والخيال السالم العقمي مدير المكسور أتمنى التوفيق لزينة سلمان العصام على صهوه الشاب البريد والمالك وليد نحاليك نحاليك تدريب وليد نحاليك نتمنى التوفيق للشاب البريد المدرسة الكبيرة الخيال أبو آدم انتصارين اليوم في المرتبة الأولى يعطي صهوة زينة للمالك أبو غدير في مدير مكسور نتمنى التوفيق لأبو آدم وزينة في هذا الشوط العقيد مع خيال بهذا الكسواني من القدس بتدريب أنتم الكسواني والمالك داوود شرف نتمنى التوفيق للعقيد والخيال جهاد الكسواني باللون الاحمر والاسود والاحمر العقيد جهاد الكسواني من القدس نجم سواد والخيال قصي سواد مع جارح نتمنى التوفيق للجارح في هذا الشوط وارد مع الخيال الزيان المرامع من الخليل بتدريب لذلك اسماعيل بتدريب شادي نتمنى التوفيق لورد وزياد البرادعي صقر للمالك تيسير وخليل عبد الرحمن عرفات من اريحا نتمنى التوفيق للصقر في هذا الشوط جارح الإحناق قصي صواعد في عملية الإحناق نتمنى التوفيق للجارح في هذا الشوط أخونا أبو صقر النكسي انطلقت الخيل على بركه الله تعالى بالدفاع وانطلاقه قويه للجارح مع قصي صواد ياخذ الصداره من البدايه للشاب البريد ياخذ موقع منصز في المرتبه الثانيه صقر مع عبد الرحمن ورقب في المرتبه الثالثه والخيل من هناك من الخلف من بعيد تحول زينه وورده والصقر العقيد بسم الله ما شاء الله الجارح بفارق كبير يدخل بكل قوه ما بين المنعطفين للشاب البريد يحاول في المرتبه الثانيه وتنافس قوي العقيد وصقر ما شاء الله تبارك الله الجارح بفارق كبير يتكلم تنافس قوي من الخلف بين الشاب البريد والعقيد وصقر الجارح يدخل بكل قوة وبكل خطوة ثابتة بسم الله ما شاء الله مع قصي صواعد تنافس قوي من الخلف بسم الله ما شاء الله العقيد ورشاب البريق العقيد ورشاب البريق عقب الكسواني بكل قوة مع العقيد رشاب البريق يدفع ويرفع زياد المرابعي لكن ما شاء الله تبارك الله بفارق كبير الجارح مع قصي صواعد من البداية وحتى الأندية الأخيرة في المرتبة الأولى العقيد في المرتبة الثانية وفي المرتبة الثالثة زياد البرادعي مع ورد العقيد صاحب المرتبة الثانية ألف مبروك أخونا أبو بشار جراب يطول جهاد الكسواني من القدس على صهوة العقيد ورد
خلفية زيادة البرادة من الخليل أخونا أبو مختار وارفات الجو زيادة البرادة مع واربان فالكبروت